هلا هلا، كوتن مورغن، في جيتي سلايتا. اليوم نشارك معكم الفطور الصباحي ديالي، واخا ما عطلاش ديت اليوم، فقت بكري ولكن ما كانش عندي شهيه للماكله. والبيصره، البيصره عملت البارح صراحه، وقلت اليوم نشارك معكم بيصره طنجاوه. عامله فيها البصله تومه، واحد راس تومه، وعامله فيها القزبر، عامله فيها كلشي طحناه. انا القزبر عملته حبوب، كيعجبني غير نطيب به. وهذه البيصره مع الحار تشيلي لمن يحب الحار. وهذا الفطور اليوم، اليوم ديالي ماشي اليومي، هذا الفطور اللي اليوم اول مره كنطيب البيصره في هنايا. صراحه الله جات لذيذه ومزيونه. عامله فيها زيت البلديه، الكمون ما عملتش فيها، كل اللي كيعجبو الذوق ديال اليبزر فهي كتجي مزيونه. عامله فيها بصله، كنت عامله فيها حتى اللفت، اللفت تقدرت كيتقشر في الاول وتخليوه حتى كيتسلق مع كيطيب مع هذيك البيصار، من بعد كتهزو، حيت احسن تخليو مثلا تقسمها غير على جوج ولا تخليهم كبارين. من بعد كنحيدو، كنقطعهم ستيتوين ستيتوين، صغارين صغارين ماشي ستيتوين ستيتوين، صغارين. وكنضيفهم من بعد فاش كنطحن البيصره ديالي، كنضيف لي ديك اللفت، اللفت اللي كنت حيدت كنكون ديجا قطعته صغير. احسن تقطعوه غير على جوج ولا على اربعه الا كان اللفت طويل، وخليوه يطيب مع البيصره. فاش كيطيب، حيت فاش كطيب البيصره كاين اللفت اللي ما كيبغيش يطيب دغيا، وكاين اللفت اللي كيطيب دغيا. المهم البيصره ديالي جات حلوه مزيونه غزاله ونهاركم مبروك. الفلفل الحر حر حر، تبارك الله، حر لعشاق الحر. يلا تشاو، نهاركم مبروك.